مرحبا، وصفتنا اليوم هي كيف نعمل روست بيف او الروز بيف او العرق الروستو المدخن او المشوي بالفرن. رح نحتاج لهالوصفة قطعة من الفيلي بتكون من العجل، وطبعا كلياتنا بنتعامل مع قصابين او جزارين، كل حدا له مكان معين بياخد منه هاللحمة. فطبعا انت بتوصي على قطعة اللحم هاي تجي كاملة ما بين كيلو ونص لاتنين كيلو، يفضل انها تكون طازجة ما تكون مجمدة، او حسب المتوفر بالسوق. يعني انا بعطيك الخيارات ومثل ما بتحبي اختاري انت قطعة اللحم اللي بتناسبك. هي بتجي شكلها مثل القمع، يعني بتكون الراس مدورة وكبيرة ونازلة هيك على شوي بشكل مدبب هيك رفيع. بنجيب خيط مخصص متوفر في محلات الأدوات المنزلية، بنلف في قطعة اللحم. وإذا الخطوة هاي صعبة عليكي فأنت بتقدر تطلبي من القصاب أو الجزار أو اللحام إنه يلف لك قطعة اللحم هاي بالخيط. بنجيب عرق اللحمة بعد ما لفيناه بالخيط، بنمسحه بفوطة مطبخ أو بورق مطبخ بشوية خل. بعدين بنجهز التتبيلة. بفيديو سابق أنا نزلت تتبيلة الديك الرومي، وهي بتنفع كمان لعرق الروستو، بنقدر نبهر العرق كلياته فيها، أو ممكن نحط إضافات زيادة. يعني ممكن نحط على التتبيلة تاعت الديك الرومي لنعمل فيها الروست بيف نحط معلقة من الديجون ماسترد أو أي نوع ماسترد عندك. ممكن كمان نحط معلقتين من الكاتشب. ممكن نعمل فتحات بعرق اللحم نفسه وندخل حبوب الفلفل الأسود الصحيح. ممكن كمان نرفع من نسبة الصويا صوص، بس ندير بالنا انه الملح ما نزيده عند التتبيل. كل هذا بنحطه بكيس نايلون مع معلقتين كبار من زيت نباتي، وبنحط العرق كله بقلب الكيس، وبنضلنا نعمل مساج لعرق اللحمة وبنتركه بالتلاجة يوم كامل. بنضلنا يعني كل ساعة بنقلبها على الوجهين، كل ساعة كل ساعتين، حتى نتأكد انه الماريني او التتبيلة اللي الروستو منقوع فيها اتغلغلت بكل عرق اللحمة. بعد هيك عند الطبخ بنجيب اما مقلاي كبيرة او صينية غير لاصقة، بنحط فيها قليل من الزيت والزبدة وبنحميها شوي، وبننزل بعرق الروستو بنعمل له صدمة. يعني بنحمي شوي المقلاي او الصينية وبننزل بعرق الروستو، بنضل نحمر فيه لحتى نسكر مسماته كلياتها تماما. بعدين بنجيب صينية فرن وبنجيب ورق زبدة، بنلف عرق الروستو بورق الزبدة وبنحكم الإغلاق، وبنرجع نلفه كمان بورقة قصدير، وبنحطه بقلب الصينية صينية الفرن، وبنحط بصينية الفرن يعني شي كوب أو كوبين من المي، وممكن نحط بعض المطيبات بصل ورق غار جزر هيل، يعني حسب كل ست بيت واللي بتحبه. بندخله الفرن وبنتركه من ساعتين ونص لثلاثة. بعد ما الفترة المطلوبة بتمر بنزيل ورق الزبدة ورق القصدير، وبنترك العرق شوي ياخد لون هيك شوي على بني محمر، يعني لون البرونزي الحلو هذا. بنقدر كمان لحتى نعطيه لمعة قوية انه نجيب معلقة عسل ومعلقة زبدة وممكن رشات خفيفة من الأعشاب، ويفضل الزعتر، الزعتر الناشف، ورشة من الثوم البودرة، ومعلقة صغيرة كتير من الكاتشب. كل هدول بالفرشاي بنقلبهم مع سوا وبندهن فيهم عرق الروستو وبنتركه ياخد اللون الذهبي الحلو. وهلأ بنعمل الصلصة البنية اللي بتكون مرافقة دايما لعرق الروستو. هي نوع من أنواع الجريفي أو الجليز،
طبعا صار متوفر بالأسواق أنواع كتير وسهلة وطيبة، بس للي ما بتحب وبدها تعمل شيء يعني خاص فيها ممكن تاخد المقلاي أو الصينية اللي عملنا فيها وقلينا فيها شوي العرق أول ما قبل ما ندخله الفرن على نفس الزيت والزبدة اللي كانوا موجودين، بتدير معلقتين من الطحين الدقيق وبنضلنا نحمس فيه، ممكن نزيد شوية زيت وزبدة لحتى يعني نعمل الرو، بس الطحين ياخد اللون الذهبي والريحة الحلوة. بنكون مجهزين مرق لحم أو مرق دجاج مجهز مسبقا من عنا، بنضيف عليه وبنضل نقلب لحتى نحصل على صلصة يعني خفيفة القوام مش سميكة كتير، وبنشوي نعزز اللون بصويا صوص، وبنحط البهارات اللي بنحبها وبنتركها شوي لتتكثف على النار، وبنصبها على عرق الروستو عند التقديم. كمان من الأشياء اللي بتكون مرافقة لعرق الروستو هي الخضار المشكلة، وطبعا الخضار باب كبير وواسع بيرجع لرغبة كل ست بيت. يا دوب بتقشر الخضار، بتسلق شوي على البخار وبتعطيه معلقة زيت وزبدة وبتاخده سوتيه مع شوية ملح وفلفل، وهيك بيكون عنا أحلى أكلة روستو. ملاحظة بالنسبة لتقديم عرق الروستو، يفضل عرق الروستو يقدم بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة لحتى يرجع يمتص كل السوائل والطعم يرجع يتركز فيه. وملاحظة كمان كتير مهمة إنه عرق اللحمة أو الروز بيف أو روست بيف بيكون كتير طعمه أطيب اليوم الثاني والثالث، وخاصة لما بندخله على الثلاجة ويصير بارد، صدقا بيفرق الطعم تماما، يعني بيكون يعني غير 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 أول ما طبخناه وقدمناه لأسرتنا أو لضيوفنا، بيختلف الطعم تماما، وخاصة كل ما قطعتيه شرحات خفيفة وعملتي منه سندويشات وحطيتي معه مخللات أو بعض الخس والجرجير بيفرق جدا بالطعم، وبيكون طعمه كتير طيب كل ما برد بالتلاجة، كل ما أعطى طعم أطيب وأطيب. بتمنى تكون الوصفة واضحة، وبتمنى أنه تكون عجبتكم، وإن شاء الله بشوف تطبيقاتكم، وأي استفسار أنا جاهزة، تواصلوا معي على صفحتي فتافيتو أو من خلال خدمة رينغتون، أنا جاهزة لأرد على جميع استفساراتكم، وكمان أشوف تطبيقاتكم، وأهلا وسهلا فيكم وصحتين وألف عافية.